بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بعد محاضرة بتاعة الوايت بيرد، السبورة البيضاء الفيلندية، جاءتنا بعض الاستفسارات وبعض الأسئلة، ف يعني هنجاوب عليها في دقائق معدودة. جانا سؤال من إحدى الزملاء، إحدى المتدربين، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إزيك مستر فوزي؟ جزاكم الله خيرا. ممكن أعرف كود كتابة في العلوم H2O؟ إزاي أنزل أنزل بالتو لأسفل؟ انا قلت برضو، رضيت، قلت التو بس، اللي هي الاثنين بس، ومعها الاو، ولا الاثنين بس؟ رد قال لي: انا عايز الاثنين فقط، عايزها انزلها لاسفل حرف الاتش. ده رمز الماء الكيميائي، H2O ده رمز الماء الكيميائي. فانا مش هرد على النقطة دي، بس أنا رحت على طول على جوجل وكتبت له معادلات كيميائية، وقدامي لما كتبت معادلات كيميائية جاب لي مجموعة من المعادلات الكيميائية اللي موجودة. خدت منها أول واحدة، اللي هي المعادلة اللي هي دي، اللي هي بتقول طرق موازنة المعادلات الكيميائية بالتفصيل، اللي هو نمرة واحد 2H2 والاثنين نازلة لتحت، زائد O2 الاثنين برضو نازلة لتحت، وبعدين سهم 2H2O، وبعدين S8 زائد 12O2 سهم 8SO3، وبعدين رقم 3 2HGO سهم 2HG زائد O2. طيب لو جينا بقى على متصفح وفتحنا الوايت بير وحبينا نترجم تلك المعادلات ونكتبها علشان نبعتها للطلاب بتوعنا، هيفتح بس يفتح المتصفح، وبعدين نفتح الوايت بيرد. الوايت بيرد انا متخزن عندي، انا هفتحه على طول اهو. فتحت ان شاء الله، تفتح وايت بيرد، فري اونلاين وايت بيرد. فتحت عندي، بفتحها وبخش على السبورة وبخش على المعادلات الرياضية وخش على الأكواد ونشوف. هنمسح الكود اللي مكتوب اهو ونخش على المعادلة بتاعتنا اللي هي كانت، يعني نحفظها كده تقريبا 2H2O2 2H2O. تمام، نروح على السبورة وهنكتبها. هي المشكلة الأساسية اللي عندي، إزاي أنزل الاتنين تحت؟
هي سهلة جدا على فكرة. احنا طبعا عرفنا ازاي نطلع الأس فوق بالشيفت و التمانية اللي هي اللي هي فوق حرف فوق رقم ستة اللي هو شيفت وستة بتديني الأس بتطلع فوق. طيب أنا هنا هكتب اتنين اتش وهعمل علامة الناقص اللي تحت، ما هوش السالب اللي في النص، السالب اللي نازلة تحت، يعني أنا كده بقول له نزلها لي تحت وأعمل 2. يبقى أنا عندي 2 اتش 2 زائد او، وبرضو السالب اللي تحت و2 عشان ايه تنزل لي تحت. وبعدين اخد مسافة واخد شرطة الناقص، كم شرطة ناقص، وبعدين شيفت وعلامة اكبر من اللي هي مع حرف الزال، واخد برضو مسافة 2 3 وارجع اكتب 2 اتش سالب اللي تحت و2 وبعدين او. طيب اشوف الكلام بتاعي ده صح ولا لا، اروح على تحرير. ايوه بقى 2 اتش 2 زائد او 2 وبعدين السهم اللي احنا خدناه 2 اتش 2 او، واعمل انسيرت وانزلها على السبوره بتاعي اهي، معادله عاديه جدا اهي. طيب نروح تاني للمعادله اللي هي رقم 2. معادله رقم 2 بتقول اس 8 زائد 12 او 2 وبعدين السهم 8 اس او 3 كده. هروح على السبورة وامسح واكتبها من جديد. ممكن اعدل فيها، يعني مثلا انا عندي اس 8 اجي على الاتش وال2 اتش واعملها اس، واجي على الاثنين واعملها 8، بس هيبقى هنا ايه في علامة الناقص اللي تحت. لا نمسحها احسن بدل ما هي هتتعبنا، وهنكتب اس وبعدين شرطة الناقص اللي تحت اس وشرطة الناقص اللي تحت واكتب 8 وبعدين زائد 12 او. شرطة 2 وبعدين اخد الشرط وبعدين علامة اكبر من ومسافة وبعدين 8 اس او وبعدين شرطة السالب واكتب 3. اروح على التحرير
هتلاقيها طلعت لي المعادلة بتاعتي صحيحة. أجيبها برضو وأنزلها للطلاب وأبعتهم لها على طول. طيب التالت معادلة كيميائية بتقول 2HGO 2HG زائد O2. طيب نروح كده ونكتبها، هروح على محرر الأكواد وهاجي أروح ماسح الكلام ده وأكتب TH2HGO2HG زائد O2. أكتب 2 H الشرطة اللي تحت وجي او، وبعدين اخد الكام وعلامة الأكبر من واكتب 2 H والشرطة اللي عشان تنزل لتحت وجي وزائد او، وبعدين الشرطة الثالث و2 عشان تنزل تحت، واجي اشوفها في المحرر عندي الاقي المعادلة بتاعتي صحيحة مظبوطة تمام، واعمل لها انسيرت وانزلها للطلاب بتوعي. يبقى ده بالنسبة ل المعادلات الكيميائية، لأن المعادلات الرياضية بنعمل الأس فوق، المعادلات الكيميائية بتبقى لتحت. وكده يبقى جاوبنا على السؤال بتاع الزميلة اللي بتقول أنا ممكن أعرف كود كتابة في العلوم HQO إزاي أنزل بالتو لأسفل. كده جاوبنا على السؤال، وشكرا لحضراتكم، ويا رب نكون بنستفاد وبنفيد بعضينا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.